طبعا في قبل ثورة الحسين هناك الصلح الحسن. الحسن لم يجد، طبعا يحرص النواصب والغلاة على مدح الحسن كثيرا كأنه مع بني أمية، كأنه مع معاوية، ولكن الحسين ضد معاوية. لا، غير صحيح. الحسن كان من أشد الناس في عهد الإمام علي في حرب في صفين. صحيح أنه ربما له رأي في اعتزال أن الإمام علي يعتزل كما في حديثه مع علي في الربذة، لكن لما بين له الإمام علي كان من أخلص الناس في الجمل وصفين. وكان أيضا يوم بويع كان مصرا، ولكن احتج النواصب بعض الروايات الموضوعة أنه كان لا يرى الحرب وكذا، غير صحيح. ولكن لما خذل وانكسر جيش عبيد الله بن عباس بعد أن سلم عبيد الله بن عباس، خدعه معاوية وقال هذا خلاص قد بايعني الحسن وإلحق نفسك، وأعوان وعيون معاوية في الكوفة نشروا حتى طعن الحسن وحتى ما يجد له بيت يحميه. تبغون هذا يتحمل؟ ما عنده إلا قلة من المخلصين مشتتين، ناس مع قيس بن سعد في الموصل، وناس مدري فين في كذا، ما مشتتين، الخلص قليلين. فحتى يحمي هؤلاء الخلص وخلاص ذوقوا عدل معاوية، تفضلوا. حاول يأخذ لشيعة أبيه الأمان وشيعته وألا يسب عليه وهو حاضر، ما يستطيع أن يمنع معاوية عن سب عليه في الشام وكذا، بس وهو حاضر، وأن يقتطف لأنصاره وكذا بعض الحقوق، لأنهم تقطع رواتبه أو عطائهم سيقطع. فأخذ تعامل مع معاوية بشيء من يعني من حتى ربما حتى يطمن معاوية أيضا بأنه فقط مال، فطلب بعض المال لشيعته أو لنفسه حتى هو يوزعها على الذين سيجدون في عهد معاوية، ستقطع أرزاقهم يعني يأخذ ما استطاع أخذه، وإلا في الدنيا أقبل عليها أهل العراق وأهل الشام إلا الصالحين وقليل ما هم. فلذلك محاولة النواصب لضرب أهل البيت بالحسن بن علي، هم لا يعرفوا أن الحسن يكفر معاوية، لكن كان الحسن أيضا يعني كان يرى، يعني يرى ما لا، حتى قالها لبعض شيعته: إني أرى، هل كل الناس في نيتكم عندما عاتبوه؟ هل الناس في نيتكم في صدقكم؟ قالوا: لا. طيب ماذا تفعلون؟ نقاتل معاوية بألف؟ النبي في مكة أيضا كان معه أكثر مما مع الحسن بالنسبة لقريش، معه بنو هاشم وبنو المطلب، لكن ليس مأمورا، ليس في العهد المكي، لست مأمورا أنت بأن تجازف، لست مأمورا بالانتحار، أنت مأمور وقت الشوكة، وقت الإمكانية، فما ما في بأس. فلذلك ما في، ليس هناك تناقض. يحاول النواصب أن يضربوا أهل البيت بالحسن بن علي، يضربوا علي بالحسن، العلي والحسين، مثل ما يضربون القرآن بعضه بعض، يحيون ومن قتل مظلوما ويتركون فقاتل التي تبغي، ومثل ما يضربون الحديث بعضه بعض، يتركون حديث عمار ويضربونه بحديث صلح الحسن، حديث